الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.